في مصر هنا كنا مؤخرا لا نعتمد كثيرا على المدربين الافارقه في الدوري المصري. لا اعلم في البدايه هل تتابع الدوري المصري او كره القدم المصريه بشكل كبير ولا لا، بس مؤخرا كان للنادي الاهلي اكبر الانديه الافريقيه مدرب من القاره الافريقيه، تحديدا بيتسو موسيماني المدير الفني الاسبق لمنتخب جنوب افريقيا. هل في المستقبل قريب او بعيد تفكر او ترحب بالتدريب في مصر؟ كرة القدم المصرية مثيرة ومغرية جدا للكثير من المدربين للعمل بها، ولكن بالنسبة لي أود أن أخذ الأمور خطوة بخطوة. اليوم أنا مدير فني للكوتيفوار، أنا فائز بالكان، أريد أن أحتفل بذلك، ولدي مهمة صعبة ومعقدة في تصفيات كأس العالم، وكما قلت أن أعيننا على ما حققته المغرب في قطر. نود أن نذهب إلى أمريكا وكندا بطموح الذهاب بعيدا في المونديال. حقيقة الأمر كل ما يشغلني اليوم هو أنني مدير فني لمنتخب الأفيال، وأود أن أركز على أهدافي مع الفريق الإيفواري. بالنسبة لسؤالك عن متابعة البطولة المحلية المصرية، في بعض الأحيان نعم أتابع من خلال التلفاز الفرق المصرية ومن خلال البطولات الأفريقية، وأتابع بالتأكيد ما حققه الأهلي في السنوات الماضية والأندية المصرية بشكل عام. نعم، ربما في يوم من الأيام أخرج إلى خارج الكوتيفوار وأعمل في مصر أو غيرها، ولكن أؤكد مرة أخرى أن الهدف الآن هو الكوتيفوار وأحلام الكوتيفوار التي أعمل على تحقيقها.